السلام عليكم، حياكم الله. اليوم معنا هالشواية بشعلتين، طبعا يجي منها الشبك مقاسين، يجي مقاس كبير ومقاس صغير. طبعا هذا المقاس الصغير منها فيها ميزة انك تقدر تحمر بها تشوي وتحمي عليها، تقدر تحمي عليها من فوق وتقدر تشوي، ومعها صاج حق التحمير. طبعا صاج التحمير خارجي يحطونه. اليوم ان شاء الله نجربها نشوي عليها، وبعدها ان شاء الله راح نحمر فيها ونشوف شو النتائج فيها، الشغل فيها، ونوريكم محتوياتها. ما شاء الله تبارك الله. طبعا من محتوياتها يجي معها لي وغاز، هذا هو، وهذه هي الشواية بالشكل هذا، ويجي معها الشبك هذا حق الشوي. طبعا الصاج هذا يجي خارجي، تشتريه انت خارجي عنها، تاخذ خارجي اللي هو حق التحمير. ويجي معها هذه الذراية والملعقة حقت، وهذه القاعدة حقتها بعد ما فتحناها. يجي الأرجل حقتها حديد، طبعا هذا حديد قوي ما شاء الله، ولها علاقات عشان تقدر تشيلها من يمين ويسار. طبعا يجي معها الدرع هذا، ترفع بالشكل هذا وتفرق، تصير بالشكل هذا. ثم تجيب الشواية، هذه يركب عليها على طول. طبعا بركبها على الدبة هذه اللي هي هذه بالمحول هذا على الخانة هذه، ونفتح نركبها على الغاز. نفس الفكرة اللي كنا مركبينها على الشواية الصغيرة الأولى اللي هي بدون شبك، بدون شبك شوي، هذيك حقة التحمير، هذه يركب عليها على طول. طبعا بركبها على الدبة هذه اللي هي هذه بالمحول هذا على الخانة هذه، ونفتح حبنا نحط عليها المحول الغاز اللي هو هذا بالشكل هذا اللي هو العادي، يشبك على الدافور أو تقدر تشبكها على دبة الغاز العادية وبالشكل هذا. فتقدر تفتحها، بس مقدار تضغطها من الشكل هذا تدخل في المكان هذا، تصير تشوي عليه. نصف فيه اللحم الحين، هواية تصير شعته على زراد، تميل للزراد. فأفضل شيء إني أسكر الهواية. طبعا فيها ميزة هي إنك تقدر تحط فوقها بريق الشاهي. فتقدر تفتحها، بس مقدار تضغطها من الشكل هذا تدخلها في المكان هذا، تصير تشوي عليه. نصف فيه اللحم الحين، حطينا فيها وصل دجاج كباب، وبنجربها الحين. حطينا فوقها بريق الشاهي، نخدر عليها الشاهي بعد، فيها ميزة انها تخدر البريد فوق. وهذا المشوي ما شاء الله تبارك الله، حطينا فيها بدأ يتحمر. وهذا البريد ما شاء الله باح، بدأ يطبخ، حاطه فوقها صار يطبخ. هذه افضل ميزه فيها، انك تقدر تحط بريق او قدر وتشوي او تحمر فيها، برضو جميله ما شاء الله، لا اله الا الله، فكرتها روعه. هذا هو بدا يتحمر الدجاج. طبعا الشبك هذا يشيل تقريبا الى 3 دجاج، يشيل الى 3 دجاج الشبك. وهذا الشاهي بعد ما خدرناه ما شاء الله تبارك الله، وهذا المشوي جاهز، تقييمي لها ممتازة ما شاء الله، ولا أحلى، ولا تبلع فحم ولا جمر ولا شيء، على طول اشو حمر دجاجك صلح شغلك، ولا أحلى منها، ممتازة ما شاء الله تبارك الله. على مقاسها فأنا أشوف أنها ما شاء الله تبارك الله ممتازة، ومحتاجين تدعمها من داخل، مدعمه وذرايه حقته وكرسيها الارضي ومع اللي ومع الشنطه. طبعا بالنسبه للي يسالون عن الصاج التحمير، حق التحمير اللي هو التفال هذا اللي يجي مع اضافي، تشتريه اضافي معها اللي هو هذا، تاخذ اضافي، يجي اضافي. طبعا هذا تراه تفال، ما طلب التفال كامل، ما يلصق عليه الشيء، اي شيء تحط عليه ما يلصق. هذا ميزه فيها، تقدر تحط عليها الخبز، تقدر تحمر عليها خضار، تحط فيها صينية خضار، هذه من ميزاتها ما شاء الله. طبعا أنا تقييمي لها ما شاء الله لا إله إلا الله ممتازة. طبعا حطيت فوقها بريق الشاي هنا وقدامكم فاح، فيصلح أنك تقدر تحط فوقها الكاتم أو شيء. طبعا إذا حطيت عليها الكاتم مو بأحجام كبيرة، تقدر تحط عليها بريق تفويح الكاتم، بس حجم صغير يعني، مو بحجم كبير مرة، لأنها على مقاسها.
فأنا أشوف أنها ما شاء الله تبارك الله ممتازة ومحتاجين تدعمها من داخل، مدعمها بزوايا فيها عشان تصير أقوى كثير، فيها شبك توزيع الحرارة.